السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وليد أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. النهاردة نتكلم مع بعضنا يا جماعة عن راليه الطيار وراليه البي تي سي الموجود حاليا في السوق، ولكن الفيديو ده أخصه بالأخص على راليه البي تي سي. ولكن قبل ما ابتدي عنه واتكلم عنه لازم نعرف بعض الامور. انا عاوز معظم الفنيين تفهم الشيء اللي جوه القطعه اللي هو شغال فيها. كلمنا وقلنا اما افهم الشيء وعقلي القطعه دي مقفوله، اما تخيلها جوه عقلي شغاله ازاي، ايه اللي بيحصل، ايه اللي هيكون موجود جوه القطعه، لما اوصل كهربا لها ايه الاليه اللي هتشغلها، هتشتغل ازاي، هتعمل ايه، اكون انا وصلت للمرحله اللي انا اكون فني متميز جدا باذن الله. هنتكلم على راليه البي تي سي بصفه عامه في الفيديو ده، ولكن عندي تنبيه بسيط قبل ما اخش على البي تي سي. لان اتكلم على بعض الراليهات الموجوده في السوق، في عندي حاجه اسمها رالي طيار، ومعنى كلمه طيار يا جماعه اللي هو بيعتمد اعتماد كلي على الانبياء. له اشكال كتيرة، له شركات كتيرة، ولكن ده خاص بدنفس بيسموه نص عروسة، ده خاص بشركات تانية موديلات قديمة لكن هنتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى. لكن انا عندي تنويه بسيط بس، اللي الدنفس ده نزل منه بمكثف تشغيل، نخلنا بالنا عشان التعديلات اللي هتاجي يكون الفني عنده تحديثات جديده يكون واخد باله. طبعا نزل من ده من زمان شغال معاه مكثف تشغيل، ولكن بتحديثات احدث باذن الله هنتكلم عنها فيما بعد، وايه الاليه اللي شغاله عليها وازاي شغال وازاي الفني يستوعب الشيء اللي جواه باذن الله. راليه البي تي سي اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا البي تي سي اللي هو لو حطينا عليه سخونيه بيبدا يزيد، ولو حطينا عليه بروده يبدا يقل. راليه البي تي سي الخاص بالكباسات الموجودة حاليا في السوق، وبيعتبر ده حاليا 90% شغال على معظم الكباسات. اتكلمنا في فيديوهات قبل كده اللي كل كباس له مقاومة معينة في البي تي سي بتاعته، ما اقدرش انا اتخطاها او ازود عنها او اقل عنها، لان بيختلف معايا في قومة الكباس وفصل الكباس، واختلف معايا في كل حاجة، لازم التزم بكل حاجة في الكباس قدام. مش عيب ولا غلط ما دام انا ما عنديش البيانات الكامله لاي جهاز قدامي، يكون عندي نوته صغيره اسجل فيها مثلا انا جبت مثلا لو يكون كباس باناسونيك كيو بي مثلا 73، المجموعه بتاعته الاصليه قستها لقيتها مثلا طالعه معايا 33 كيلو اوم، 33 اوم، 50 اوم، اسجلها. جبت كباس تاني لو يكون كيو بي 66، المجموعه بتاعته طلعت معايا اي رقم اسجلها، بحيث لو انا جيت في يوم من الايام وقفت على الرقم ده او عندي الكباس وعندي بعض المجموعات او بعض الراليهات اللي انا هشتغل عليها، ازاي اشتغل عليها، ازاي اقيسها، واقدر ان انا اوفق وراليه كويس يشتغل على الكباس عشان ما يبص مني الكباس فيما بعد. معظم الاعطال اللي بتقابلنا يا جماعه في الكباسات اللي ممكن راليه بايظ، في فني تاني راح جاب راليه تاني وركبه ومركبوش بالقوم بتاعه المظبوط، فيحصل عندي دربكه، يحصل عندي سيكله في الكباس، ويبدا الفني يروح يقول الكباس بايظ. معلومه قبل ما اخش على راليه البي تي سي، في راليه ده لو الكابوستر بتاعك بايظ الكباس مش هيشتغل، هنتكلم عنه بس حبيت بعدك اعمل عنه تنويه. هنتكلم على كل ما يخصه وهنفتحه من الداخل وهنتكلم عن كل شيء. عشان اتخيل الجزء الداخلي الخاص براليه البي تي سي، انا عندي جوه قرص معدني، عندي ابلتينات بتكون هنا موجوده، هنقيس مع بعضنا بالكيلو اوم بتاعها وهنسلطه على سخونيه معينه وهنقيس بالكيلو اوم، هنعرف ايه الاختلاف ما بين وهو بارد وهو سخن عشان نعرف نتكلم مع بعضنا. قبل ما نتكلم ونخش في التجربة العملي اللي ممكن تكون أول مرة على النت أو أول مرة حد يتكلم عنها مع قناة مختصون في التبريد المنزلي، إن شاء الله هنفسر كل شيء في الداخل بإذن الله. في عندي بعض راليهات الجديدة يا جماعة، نخلي بالنا جيد جدا هوريكم منها حاجة حالا.
زي ما انتم شايفين ده خاص بكباس متوصل، اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده. في بعض الفنيين بتروح البنة دي يا جماعة ده اهي مش متوصلة بحاجة خالص من الداخل. حبيت بعضك انبه عنها في الفيديو ده، لان في بعض الفنيين بتقف فيها وبروح الكباسات بنلاقي العيب اصلا في الرأليه اللي اتبدل، لازم يكون الفني عنده خلفية. تعالى نخش عمل على طول عشان ما نطولش الفيديو ازيد من كده. هنجرب رليه البي تي سي وهو شغال وازاي بيفصل وازاي بيشتغل عملي باذن الله. هنوصل دلوقتي رليه البي تي سي وهنشوف مقاومته قبل ما نعمل عليه التجربه. عطلنا حوالي عن 12 اوم ونص. خلاص هنعمل عليه التجربه دلوقتي وهنشوف هو بيشتغل ازاي داخل الثلاجه. هات كده اللمبه كده يا زياد. بيشتغل ازاي داخل الثلاجه. هنوصله على اللمبه وهنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا احنا وصلنا طرفين السريع عليه، اللمبه اشتغلت اهي. هنستنى لمده نص دقيقه باذن الله، واقل من نص دقيقه هيشتغل مع يفصل معانا عشان نعرف الاليه بتاعت شغله من الداخل. اتكلمنا قبل كده وقلنا اي جهاز عاوزين نعرف اليه شغله من الداخل هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه معينه بس اللي احنا هنفهم شغله من الداخل عامل ازاي. اي حاجه قدامك لو فهمت شغلها من الداخل عامل ازاي انت استوعبتها مليون في الميه وعرفت اليه شغلها باذن الله. هنجي نبص دلوقتي اللمبه ثواني وهتفصل، ممكن زي ما قلت لكم في حدود نص دقيقه او اقل. الحاجه دي بتحصل يا جماعه باسرع وقت ممكن مع الكباس لمده ثواني، لكن عشان خاطر نوصف العمل بالظبط هيشتغل ازاي هيبقى عامل ازاي لازم نجربها لكم عملي ونستوعبها ازيد مع بعضنا بالطريقه العمليه. اول ما تفصل معانا اللمبه نبدا نقيس المقاومات بتاعتها وهنشوف مقاومه البي تي سي نزلت ولا طلعت. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا بي تي سي ما قلناش ان تي سي. بي تي سي ده من نوعيه اللي هو بيعلى اما يوصل لدرجه سخونيه بيزيد المقاومه بتاعته معانا. نظامه من الداخل عشان خاطر يفصل ملفات التقويه عن ملفات التشغيل. طبعا اللمبه فصلت قدامنا اهيت يا جماعه، هنقيس. افصل يا زياد اللمبه. هات كده الابوميتر تعالى. هنقيس مقاومته عشان نشوفها. كان الاول 12 ونص. دلوقتي المقاومه معانا طالعه في العالي وهتبدا تنزل، كل ما يبرد معانا هينزل معانا. شايفين بدأت تنزل معانا شوية بشوية لحد ما رجع تاني لوضعه اللي كان عليه. نبدأ نجرب تاني باللمبة تاني هو على الوضع ده ونشوف ايه اللي هيحصل تاني. طبعا هي فاصلة وصل اللمبة، هو هيوصل تاني دلوقتي لان مقاومته قلت. ثواني وهيفصل تاني عشان نتكلم مع بعضنا عن عملية شغله من الداخل، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بيعمل من الداخل بالظبط؟ فصلت اللمبة تاني. طبعا الفنيين لما يجي يجربوا الجهاز ده دلوقتي قدامهم، انا ماسك البي تي سي بايديا، البي تي سي سخن. لا بتقس. انا ماسك البي تي سي بايديا، البي تي سي سخن دفى. فالفني لما هيجرب التجربة عملي قدامه هيعرف اللي هو سخن. اذا هو بيفصل عن طريق السخونية. لما التيار بيعدي من هنا، التيار بيعدي من هنا الكهرباء بتخش على ملفات التقويم التشغيل وترجع هنا ملفات التقويم بتغذي ما بين ده وما بين ده، يفضل مقاومته بتعلى مقاومته بتعلى فبيفصل. لما يسخن هيفصل. احنا جربنا قدامكم باللمبه العملي، يا ريت كل فني يجربها عمله قدامه هيعرفها كويس قوي ويستوعبها ازيد من اللازم. كل حاجه لما جربوها عملي يا جماعه تفهموها يستوعبوها. الخزفه اللي جوه لما بتوصل لسخونيه فبتفصل الكهرباء ملفات التقويم عن ملفات التشغيل. طبعا طول ما هي واصله داخل الدايره وملفات التشغيل وملفات التقويم موصله معاها وملفات التشغيل موصله معاها من هنا، هي في حاله سخونيه، هي في حاله فصل تام. لما هنشيل الفيشه وركب الفيشه بتاع الثلاجه في نفس الوقت الثلاجه مش هيشتغل، هالسايكل. لكن لو استنينا عليها لمده دقيقه او دقيقتين عم تراجع مقاومتها تقل تاني وتشتغل تاني، الثلاجه تشتغل بشكل طبيعي جدا مظبوط باذن الله.
فيديو بسيط عن البي تي سي، طريقة عمله من الداخل ازاي، فكرته ازاي. ان شاء الله الفيديوهات التانية عن الرليهات الاخرى ازاي بتشتغل وازاي بتعمل من الداخل، ونخلي بالنا السوق الخاص بينا تقدم كبير أوي. لازم نخلي بالنا من ده. تحية لكم جميعا، كان معاكم وليد ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.